بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. يا رب 2021 تكون سنة خير علينا وعلى الجميع يا رب. أمين. يا رب زدنا فيها ما تنقصناش. يا رب اجمعنا بأحبتنا. يا رب ما يكونش فيه بقى كوفيد-19، جائحة كورونا اللي تعبتنا جدا جدا جدا. يا رب تزول في 2021. أنا تمنياتي ومن كل قلبي من كل قلبي إن احنا نعيش في حب وسلام من غير أمراض، نحب بعض قوي، نحافظ على بلدنا جدا. يا جماعة، مصر دي بتاعتنا احنا، كل شبر في مصر وممتلكات مصر ده بتاعنا، من حقنا احنا نحافظ عليه، عشان في النهاية ده عائد لينا احنا. طبعا أنا من كل قلبي من كل قلبي أنا يعني بتمنى لكم كل حاجة حلوة في السنة الجديدة، وهابي نيو يير. طبعا أنا عندي مواضيع كتير جدا أنا مش هتطرق ليها دلوقتي، بس أنا معايا ضيف عزيز على قلبي جدا لازم أعرفكم بيه الأول، لأنه من الشخصيات اللي أنا بعتز بيها. اسكندراني طبعا زيي، اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. معايا الحاج محمد عبد الرؤوف ابو الخير. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ. حضرتك طيب، عمده ريف المنتزه يا جماعه. ان انا اطلقت عليك اللقب الهائل ده. صحيح. حاج محمد انت منورني النهارده طبعا، وسعيده بوجود حضرتك معايا. الله يخليك يا رب. حبيبي حاج محمد، انا من الناس اللي انا بعتز بيها وبحترمها جدا. وحضرتي غاليه عندنا، مش عندنا بس، عند الاسكندرانيه بالكامل. حاج محمد، انا عايزه بس قبل ما اتطرق لاي مواضيع او اتكلم في اي مواضيع، عايزه اقول لك انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي في الانتخابات. انا يمكن ما حلفنيش الحظ اني اكون عضو برلمان. حالف حضرتك بس ما خدتيش بالك. لا انا اخد بالي، انا لسه هاجي لك اقول لك اهو. حالفك بمحبه الناس مش شرط الكرسي. بالظبط يا حاج محمد، انا اللي عايزه اقوله ان الحظ حالفني في حب الناس ليا، شعبيتي اللي بقت كبيره عند الناس. انا ده فضل من الله، من احبه الله احب في خلقه. فانا سعيده جدا 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 بالضريبه اللي خدتها من البرلمان، من نزولي الانتخابات. النهاردة أنا عندي مواضيع يا حاج محمد خاصة بالمنتزه، مش هنقول ريف المنتزه خاصة، بس إحنا هنقول المنتزه كاملة. المفروض إن المنتزه كانت حي واحد، لا ده دلوقتي بقت المنتزه انضمت بقت تلات أحياء. هل يا حاج محمد المنتزه لما بقت تلات أحياء يقدر السيطرة عليها؟ هما حيين، منتزه اول منتزه تاني. تمام. اقسام، ثلاثة اقسام قسمت لثلاثة اقسام وبقت احياء. انما احياء هم حيين موجودين. تمام. لكن مش عايزين نقول ايه الاول. انا عايز ابعت رساله شكر للسيد المحافظ طبعا، وبدعي له المحجوب الثاني. محجوب الثاني، وبدعي له بالشفاء العاجل يا رب. وبنقول له سياده اللواء عايز اشوفك في اقرب وقت. يا ريت تحية لسيادة اللواء محمد الشريف، الإنسان الخدوم، ابن الشارع السكندري اللي الناس كلها بتحبه. يا رب شفيه وعافيه يا رب، ويطلع لنا بالسلامة إن شاء الله، ويبقى موجود معانا في وسط الشارع. الراجل اللي له الفضل يا أستاذة أميرة إن وضع الريف طبعا على المسار الصحيح. طبعا. وبعدين يعني اللي انا عايزه اقوله يا حاج محمد اني ما فيش مره طلبت قبله ما قابلنيش، فاتح بابه لكل الناس. انا شفت له صور قاعد جنب الناس في الشارع في الارض. يعني انا بحييه وبتمنى له الشفاء يا العاجل. يا طبعا يا ده مهم جدا. خلينا بقى نتكلم الأحياء. عن موضوع الاحياء. هل يا حاج محمد كل حي من الاحياء اللي لسه بنجيب سيرتها وبنقول احنا عندنا قسمين حيين، كل حي فيهم قايم بواجباته؟ انا دلوقتي هسال سؤال واجابته ممكن ترد عليها حضرتك وانا ارد عليها، عشان بس ما بقاش في اطاله. شارع مصطفى كامل شارع حيوي في اسكندريه. اجاوب حضرتك على الحته دي بالذات. يربط الساعه. تمام. للمنظره يربط الساعه والمنظر. تمام. خلينا حلوين كده. طيب. انا بمشي على الشارع، في الشارع ده بعربيتي. تمام. الشارع ده ليه ما فيهوش رصف؟
ليه في مطبات؟ نجاوب حضرتك ولا حضرتك؟ اتفضل يا حاج محمد انا بسمعك. طيب احنا بالنسبه انا راجل اسكندراني بعشى اسكندريه وبعشى تراب اسكندريه، كلنا بنعشى اسكندريه، واي مسؤول بيخدم عندي في اسكندريه انا لما بلاقيه بيتقي ربنا فيا كمواطن انا بعشاه زي ما بعشى اسكندريه. بس يا حاج محمد لما يبقى عندنا شارع حيوي زي شارع مصطفى ده اللي كامل، ده انا هنيجي لحضرتك عليه. طبعا اتفضل. انا النهارده كان عندي شارع الكورنيش، شارع مصطفى كامل، تمام. السيد الرئيس بتوجه له بكل تحيه بكل طبعا شكر. ليه طبعا مننا كل تحيه وكل شكر. حللي مشكله الشوارع، عمل لي بديل، عمل لي المحموديه، عمل لي الدائري، عمل لي المحور. المحموديه انجاز، انجاز وانه انجاز، محور انجاز. لكن لما نيجي نقول اسكندريه الاصل الاساس اللي احنا شارع قاعدين مصطفى فيها كامل. مصطفى كامل طبعًا. كورنيش، هنقول اسكندريه عجزت يا استاذه اميره، عجزت جدا، شيخوخه. عارفه بمعنى ايه حضرتك؟ النهارده عروسه. عروسه هي بيطلق عليها لقب عروسه البحر الابيض المتوسط. لما يبقى عندي عروسه محتاجه ايه يا حاج محمد؟ محتاجه كوافير عشان يظبطها. فين بقى الكوافير؟ مش موجود للاسف. بمعنى حضرتك برضه هجاوبك على الحته ديت. اتفضل. النهارده لما انا خليني فري في المنتزه، انا اسكندريه كلها انا بتاعها. هاخد جزئيه كده واكلمك فيها، وبعدين هبتدي اناشد السيده جهام مسعود رئيسه حي المنتزه. من فضلك عندنا شارع مصطفى كامل، هو شارع حيوي زي ما بيقولوا، شارع موجود في عروس البحر الابيض المتوسط، محتاج ان العروس ده نتفق مع هيئه الطرق. ده احنا عندنا جوه الحي هيئه الطرق، يعني احنا لو عملنا لينك معاها جوه هنقدر نرصف الشارع ده، لان احنا قلنا ده شارع حيوي يا حاج محمد. مظبوط، وانا مع حضرتك وهيئه حضرتك في دي. تمام. طب يا حاج محمد، انا هقول لك كل اللي عندي عشان اسيبك تقول لي كل اللي عندك. اتفضل يا استاذ. انا جات لي استغاثه من شارع مجاور للحي، في كنيسه اسمها كنيسه الماري مور. مظبوط الشارع ده تم رصف نص الشارع ونص الشارع ما اترصفش، طبعا ليه انا مش عارف، ونزل على صفحه الحي ان الشارع كله اترصف. ساعه ما بيبقى فيه شتاء يا حاج محمد الميه بتتراكم في النص اللي ما اترصفش لسه، والناس وهي ناس نايمه بتسمع صوت الضفادع. تخيلوا بقى يا جماعه وانتوا نايمين كده في بيتكو، ده الكلام ده في سيدي بشر، في مش في الريف، في ظهر حي المنتزه، يعني بالظبط كده دقيقه واحده، دقيقه واحده وبقينا على بحر سيدي بشر. تمام. على شاطئ سيدي بشر. ابقى انا نايمه في بيتي واسمع صوت ضفادع في الشارع، كارثه. وساعه ما الدنيا تشتي او تمطر، انا عشان اسكندرانيه بقول تشتي، يعني ساعه ما الدنيا تشتي يا جماعه محدش بيعرف ينزل من بيته. الناس تكلمني الحقيقه، احنا مش عارفين ننزل من بيت، احنا مش عارفين نشتري الدواء، احنا مش عارفين نشتري اكلنا، احنا مش عارفين نعمل، بسبب نص شارع لو اترصف هيحل مشاكل كبيره جدا. تمام يا حاج محمد؟ مع حضرتك. انا 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 بقول كل اللي عندي عشان ايه؟ اسيبك تقول كل اللي عندك، عشان الناس دي امنتني امانه، والامانه دي في رقبتي ليوم الدين. طب دلوقتي انا في ظل جائحه كورونا وانا مسؤول، مش لازم اكون قد المسؤوليه؟ اكيد طبعا. طيب لما يبقى حي المنتزه حي كبير فيه موظفين كتير جدا يا حاج محمد، ويبقى فيه 2 اسانسير، وابقى انا رئيسه حي بخصص لنفسي اسانسير خاص بيا، والمواطنين والموظفين بيركبوا اسانسير واحد، لا وايه ده فعدم وجود السيدة جهام مسعود رئيسة حي المنتزه يغلق الأسانسير والمصعد تماما ويكتب عليه معطل. طب أنا كمسؤول، مسؤول لو ما كنتش أنا، هي ما حصلتش في تاريخ كل رؤساء الأحياء، طب أنا كمسؤول لو ما كنتش أحس بالمسؤولية ناحية المشكلة، مين اللي هيحسها؟ احنا لسه بنقول دلوقتي اللواء محمد الشريف الرجل العظيم المحترم صاحب الكلمة صاحب الحق، قعد في الشارع جنب الناس في الغلابة الستات. المشكلة ان لما يبقى عندي رئيسة حي تعطل اسانسير. اتفضل. الو، معنا اتصال. الو. الو. ايوه
اتفضل استاذ اسعد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ اميره؟ ازاي حضرتك يا استاذ اسعد يا ابن بلدي؟ وعوده موفقه لبرنامج مصر مساء. اشكرك، تسلم لي يا رب. اشكرك من خلال قناه الصحه والجمال. تحياتي قناة الصحة والجمال، القناة اللي احنا بنعتز بيها وهي قناة الأم دي، أمي الإعلامي يعني. لينا طبعا. أرحب طبعا بعمدة ريف الممتازة الحاج محمد عبد الرؤوف. تسلم أستاذ أسعد. الحقيقة الحاج محمد عبد الرؤوف له باع في العمل الخدمي والخيري في ريف الممتازة. ربنا يبارك لك أستاذ أسعد. الحاج محمد عبد الرؤوف ده أبونا كلنا يعني. وانا عايز اوجه بس رساله ليك يا استاذ اميره بس. اتفضل يا فندم. اتفضل. الحقيقه الشارع السياسي خسر حضرتك طبعا في جوله الانتخابات البرلمانيه، بس انا كسبتكم يا استاذ اسعد والله. ولكن انا كسبتكم، كسبت حبكم ليا. ولكن كسبت طبعا حب الناس وحب الشارع بتاع المنتزه. ونعمل ان انت تركزي على مجالك كاعلاميه ومن خلال موقعك كاعلاميه، لان عضو مجلس النواب الرساله اللي كان هيأديها. انا بحبكم جدا بعد فتره والله. طويله انت من خلال التلفزيون ومن خلال الاعلام تقدري توصلي الصوره بشكل سريع. يا رب يقدرني، يا رب ان انا اقدر اوصل كل حاجه، ويا رب يقدرني ان انا اقول كلمه الحق دايما، وان انا ابقى لسان الحق زي ما قلت. انا بشكرك استاذ اسعد، شكرا، شكرا لاتصالك استاذ اسعد، شكرا يا فندم. استاذ اسعد من الاعلاميين طبعا، استاذ اسعد اعلامي محترم متميز، محترم. ابن برضو قناه الصحه والجمال، زي ما انا بقول ان هي برضو امي يعني. طيب احنا قلنا كنا بنتكلم في موضوع الاسانسيرات. من فضلك السيده جهام مسعود رئيسه حي الممتازه، يا ريت من فضلك تشغلي الاثنين اسانسير، ضروري جدا، لان احنا في ظروف دلوقتي ما ينفعش فيها ان احنا نكون انانيين. جائحه كورونا للاسف ظاهره عامه مش ظاهره خاصه، الناس كلها بتعاني من مرض خطير جدا، فياريت نشغل الاثنين اسانسير، لان ارواح الناس مهمه جدا، متعلقه في رقبتنا احنا كمسؤولين قبل اي حد. فالانانيه مش مطلوبه، ومش مطلوب ان احنا يبقى عندنا اثنين اسانسير ونشغل اسانسير واحد. ارجوكي من فضلك يا ريت تشغلي الاثنين اسانسير عشان خدمه المواطنين وخدمه العاملين اللي هم تعدوا المئات اللي موجودين في الحي. دي كانت مشكله يا حاج محمد. هقول لك احنا عندنا اعمده الاناره اللي موجوده، انا مشاكل كتير قوي بس انا هقولها يا استاذه جيهان. عندنا اعمده اناره 10 موجودين منورين و20 مش منورين. عندك قسم خاص بالكهرباء موجود جوه الحي، من فضل حضرتك لو سمحت يا استاذه جيهان تخلي القسم الخاص بحضرتك اللي موجود بداخل الحي ينزل يشوف صيانه الكشافات اللي في الشوارع، ده ضروري جدا، لان حضرتك كرئيسه حي ده شغلك، فالمفروض ان حضرتك تشوفيه على اكمل وجه، لان حضرتك عينتي من اجل خدمه المواطنين، فمن فضلك تنظري للسلبيات اللي موجوده. معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه اميره منوره الدنيا. ربنا يخليك يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ الله يخليك لينا يا رب، الله يحفظك. اتفضل يا استاذ احمد. حبيبي يا استاذ احمد. استاذ احمد حفني من اسكندريه، اهلا وسهلا بيك. الله يهنيك وسهلا بحضرتكم يا رب. الجندي المجهول. حبيبي يا عمده، تسلم لي يا عمده، ربنا يخليك ليا يا عمده حبيبي يا رب. انا بس مداخلتي معاكم، عايز اكمل معاكم بس ايه مداخله، مش هتكمل دقيقه ونص. اتفضل اتفضل. احنا زي ما بنتكلم على اسكندريه، والمثل اللي انتوا ضربتوه ان فعلا احنا محتاجين اسكندريه عجزت، عايزه روح جديد، عايزه دم جديد، عايزه الدنيا تتحرك اسرع من كده بكتير لخدمه الناس وخدمه اهالينا كلنا ان شاء الله. تمام. احنا عايزين زي ما هنعرض المشكله للناس، عايزين فعلا نقول للمسؤول كمان حلها اهو. تمام. عندنا لو اتكلمنا هخص بالذكر بس المنتزه اللي احنا بننتمي لها انا والحاج محمد وحضرتك. تمام.
ابتدى فيها مشاكل كتيرة، وكنت عملت مداخلات مع حضرتك وفي لينا لقاءات قلنا أرض دودار أستاذ أحمد كتير قوي قوي قوي. أستاذ أحمد الأستاذة أميرة لسه ما عطتناش الفرصة، خلي بالك احنا لسه الحاج محمد هيتكلم والله عن كل المشاكل دي. انا بس بديله البنود بتاعه المشاكل الاساسيه اللي موجوده في الحي، وبعد كده هسيبه يتكلم على كل المشاكل وهسكت، انا هسيبكم تتكلموا وانا هسكت خالص. تسلم لنا ست الكل، يا رب يخليك يا رب. انا الحاج محمد مش ناسي اي حد، مش ناسي اي حد من المنتزه. هتلاقيه يتكلم عن ارض دودار، هيتكلم عن عزبه الشام، انا عندي 76 عزبه البحرية. هيتكلم عن كل حاجه، اوعدكم يا رب الوقت يتسع ان احنا نقول كل حاجه. انا اتمنى يعني بس اكيد عايزين حلقات ثانيه. انا سعيده بيك يا استاذ احمد، وشرفتني وشرفني اتصالك، واوعدك ان هو هيتكلم عن ارض دودار حالا دلوقتي. شكرا يا استاذ احمد لاتصالك. انا دلوقتي بقول اعمده الاناره يا ريت نهتم بيها جدا. عندنا في سريعا وعجاله كده استغاثه من المواطنين اثناء الازالات، بينزل موظفين الحي، او نقول جات لي استغاثه ان في ناس بتنزل تاخد فلوس من المواطنين، وعلى سبيل المثال عشان يسيبوهم يفرشوا، عشان يسيبوهم يفتحوا مقاهي، عشان 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 عشان، وجات لنا استغاثات وبلاغات بتقول كده. فمن فضلك تطهير حي المنتزه مهم جدا من السلبيات اللي فيه او البلطجيه اللي موجودين جوه حي المنتزه، بجانب ان المعدات اللي بتتاخد. انا في صوره معايا، بليز لو سمحتوا من فضلكم، في صوره بتثبت ان في ثلاجات اتخذت من مواطن ولم ترد له اثناء الازاله. عايزه بس صوره الثلاجه دي من فضلكم اللي موجوده بداخل الحي. خدوا الثلاجه وحطوها في الحي؟ اه، استعمال شخصي جوه الحي. ارجوكوا صوره من فضلكوا. الصوره دي بتثبت ان في ثلاجه من احدى المواطنين، او يعني غيره بقى، ثلاجات وشيش وحاجات. احنا تركيزنا كله يا استاذه جيهان مش عشان لم الشيش من الشوارع، هي الكورونا مش هتيجي من الشيشه، كورونا بتيجي من حاجات كتير جدا. ركزي على التشجير بتاع المنتزه، ركزي على الكافيهات اللي فرشه 40 متر قدام، ركزي لنا على المهم بالله عليكي. بلاش موضوع يعني مش الحياه كلها شيش، في حاجات مهمه اكتر من كده يعني. تمام، دي مهمه. عندنا نفق سيدي بشر، او نفق سوري مزلقان سيدي بشر، مزلقان سيدي بشر يا حاج محمد على بعد خطوتين من الحي، الباعه الجائلين واقفين فرشين عليه، المنظر سيء للغايه، التكاتك راحه جايه والميكروباصات راحه جايه، مفيش عسكري مرور واقف، الدنيا بايظه. خطوتين يا حاج محمد من الحي، خطوتين. طب هل حضرتك مش حافظه المنتزه كامله؟ خلي الموظفين يدلوا حضرتك على الاماكن اللي المفروض تنزلي ليها بس. لكن اللي بتكلم عليه المزلقان ده خطوتين من الحي، باعه جائلين واقفين على اليمين واقفين على الشمال، والمنظر المنظر سيء سيء بجد. فارجوك يا استاذه جيهان من فضلك، كل الاسكندرانيه بيقولوا لك احنا محتاجين خدمات كتير منك قوي. في سلبيات كتير جدا في المنتزه، يا ريت تراعيها. وده يعني اللي انا بقوله لحضرتك، وبوجه الرساله دي بالنيابه عن الشعب السكندري، اسكندريه او المنتزه بالاخص، محتاجه يد من فولاذ ورساله لسياده المحافظ. من فضلك القي نظره على حي المنتزه، القي نظره على حي المنتزه، لانه في سلبيات كتير جدا، والاستاذه جيهان مسعود فقد السيطره على الحي. انا قلت اللي عندي يا حاج محمد، وتحياتي لكل حد طلب مني استغاثه وانا قلتها بالنيابه عنه. اتفضل يا حاج محمد. ربنا يولي من يصلح. امين يا رب العالمين. اتكلم على ريف المنتزه. طب انا الصوره، بس الصوره بتاعه الثلاجه، اعزائي المشاهدين، الصوره الثلاجه اهي، الثلاجه اللي انا بتكلم عليها بداخل الحي ده، حي المنتزه. الثلاجه دي كانت بتاعه احدى المواطنين، واتصل بيا وقال لي ان هي كانت متاخده منه اثناء الازاله ولم ترد. هل يجوز
ان انا مش بيندفع لها غرامه وياخدها صاحبها تاني؟ المفروض ان هي تبقى في المرافق يا حاج محمد، هي ما استردتش للمرافق، اغلب الحاجات اللي موجوده جوه حي المنتزه ما استردوهاش اصحابها. من فضلك يا استاذه جيهان مسعود، الحاجه اللي بتتاخد من الناس بيروحوا المرافق وبيدفعوا ثمن الحاجه في المرافق او الغرامه، والغرامه والحاجه بترجع لاصحابها، لكن تتحط جوه الحي ولم تسترد، ده خطا جسيم جدا ولم يحدث في ظل كل رؤساء الاحياء. اشكركم يا جماعه، وممكن تشيلوا الصوره. اتفضل يا حاج محمد. حضرتك انا النهارده هتكلم على خصوصيات الريف بالذات، يعني انا هبدا بحاجتين، لو دول تتوفروا وتوفروا صح يبقى ان شاء الله باذنك يا رب نقدروا نوصلوا لكل الحلول. تعليم، تمام، صحه، تمام. مفيش تعليم مفيش صحه. تعليم النهارده بتجبرني ان انا التعليم امتحانات اونلاين. طيب دخلتني في المرحله دي وانا مش جاهز لها، لا عندي بوكس والبوكس اللي موجود ما فيهوش خطوط، عملت لي ازمه، ولادنا طلعوا فاشلين. ده احنا بنتكلم على ايه؟ على الريف. الريف انهو امثله بسيطه، يعني مثال صغير قوي مش هنعد، هنقول اللي طلع الزعيم عبد الناصر ريف، طلع طبعا الرئيس السادات ريف، حسني مبارك ريف، أبنودي، زويل، العالم دي كلها من الريف، طه حسين من الريف. طيب. النهاردة أنت دخلت لي الريف في مشكلة، مشكلة النهاردة طلعتني من الورقة والقلم ومسكت لي تابلت، طب فين هو؟ فين الخط اللي أنا هشتغل عليه؟ ومين معانا دلوقتي النهاردة يشحن عشان خاطر يمتحن؟ فإحنا النهاردة بنقول التعليم في تدهور في ظل كورونا. أستاذة أميرة شوية صغيرة بس، اتفضلي. لا اتفضل يا حاج محمد، أنا بس بقول في الكنترول، ادوني بس مساحة بسيطة، يعني لسه في حاجة هتتقال، مساحة بسيطة من فضلكم عشان خاطر. اتفضل يا حاج محمد. صحة، مفيش تعليم، تمام. طب خلاص النهاردة اللي كنا من زمان واحنا صغيرين نقوله أجازة المدرسة الأب بياخد ابنه من إيديه يوديه لصنايعي، إذا كان كهربائي، إذا كان سمكاري، إذا كان ميكانيكي، أصبح العلام جنب منه مهنة. لو طلع وما لقاش وظيفة في شركة معاه صنعة يقدر يفتح بيها بيت. النهاردة أسهل صنعة للشباب، مش هنقول اسكندرية بس، على ما أعتقد على الجمهورية، هو التوك توك. اديني في عجالة كده يا حاج محمد، إيه اللي محتاج في ريف المنتزه دلوقتي، او الاماكن اللي موجوده ندي عليها سبوت دلوقتي اللي محتاجه خدمات بسرعه في عجاله كده. طب نقول لحضرتك عندي ريف المنتزه، تمام، ابدئي لي بس بالصرف الصحي. الصرف الصحي عندنا جنود امثال الاستاذ احمد لسه مكلمنا، وعندنا في المنشيه، في يعني بسم الله ما شاء الله، تمام. منشيه لما تبقى 30,000 مواطن، تمام، مفيش مركز شباب، مركز شباب موجود، طب اديني الملعب، تمام، سيكلا مفيش غاز لحد النهارده، متاخرين، الريف متاخر في كل شيء. طب حاج محمد انا الوقت لم يسعنا، وانا كان نفسي اقعد اتكلم معاك لنا حلقه تانية مع بعض. انا بشكرك يا حاج محمد والله، انت ما قلتش كل حاجه، انا بعتذر لك جدا جدا، الوقت ما اسعفنيش. انا بشكركم يا جماعه، وبشكر المهندس احمد الغمري على الكابلات وعلى صيانه الشبكات اللي موجوده في عزبه الشامي وال500. انا بشكر كل المشاهدين جدا جدا على الوقت الجميل اللي انا قضيته معاهم، وتحياتي لكم جميعا. وكنت معكم اميره مرسي والحاج محمد عبد الرؤوف في برنامج مصر مساء. تحياتي.